يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. فقرتنا دي هنتكلم من خلالها عن لعبه ورياضه مختلفه جدا، وحتى ممارسيها هم كمان مختلفين وشديدي الخصوصيه. هنتكلم عن رياضه الكروكيه اللي طبعا ليها يعني اوضاع خاصه كده وليها شويه قوانين يمكن اكيد هنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء. رياضه تبدو ان هي سهله، يعني من بعيد كده يبدو الموضوع ان هو بسيط، لكن الحقيقه بتحتاج مقومات كتير، بتحتاج أعصاب، بتحتاج دقة، وبرضو بتحتاج حماس. يعني الرياضة ممكن مش كل الناس عارفين تفاصيلها، هنحاول نعرفهم هذه التفاصيل من خلال هذا اللقاء اللي إن شاء الله هنسعد من خلاله بوجود الكابتن خالد يونس المدير الفني لمنتخب مصر للكروكيه. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا كابتن، أهلا بحضرتك. دايما كنا أفلام زمان كده الثمانينيات تحديدا نشوف الممثلين بيلعبوا في النوادي كروكيه، يعني بالظبط. لا، وفنانة إلهام شاهين وفنان عادل إمام دايما وفنانة يسرى كان في الأفلام المختلفة. فعايزين نعرف أكتر عن هذه الرياضة، وبتتحسب النقاط إزاي، وهتتلعب فردي ولا جماعي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. في الأول طبعا أرحب بحضرتكم ويعني أشكركم على الدعوة الجميلة ديت. الحاجة الثانية طبعا هو الكروكيه زي أي رياضة في ممارسة وفي منافسة. الممارسة أي حد بيلعب، لكن المنافسة بيبقى محتاجة قدرات خاصة، محتاجة دقة تصويب، محتاجة أعصاب، محتاجة لياقة بدنية. موضوع مش سهل زي ما الوقت زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شوية، الموضوع مش سهل كده زي الناس ما بتبقى متخيلة. هو طبعا بيبقى محتاج مجموعة تمرينات ومجموعة مهارات علشان يوصل بالمستوى الفني بتاعه أنه هو يقدر يكسب الماتشات. هي كمان مرتبطة ذهنيا عند كتير من الناس بأن هي رياضة بيمارسها الأكبر سنا. هو ده فعلا، ده يعني مقولة خاطئة معروفة عن الكروكيه من فترة كبيرة. فرصة كويس نصلحها بقى من خلال بالظبط كده. هي الكروكيه نشأت في بدايتها في أندية عريقة زي أندية هليوبليس وأندية الجزيرة وأندية سبورتنج، والأندية دي كانت السن الكبير دايما بيبقى متواجد فيها. هي البدايه كانت من خلال وجود الانجليز تحديدا. بالظبط كده. هي دخلت طبعا مع الانجليز، هي لعبه اساسا فرنسويه. دخلت مع الانجليز وبدات عندنا هنا سنه 67. يعني اول اتحاد نشا للكروكيه كان سنه 67 بقياده الاستاذ احمد حمروش، وبعد كده الموضوع تطور، كنا بنلعب بطولات محليه بس لغاية سنة 96 بدأنا نلعب بطولات عالمية وبدأنا نتفتح على العالم الخارجي. اللعبة باختصار بتتلعب في ملعب مستطيل أخضر مساحته 28 متر في 30 في 32 متر، بيبقى فيه ست أقواس أو ست أجوان. الست أجوان دول بيتدخل فيهم من ترتيب معين، كرة واحدة بس اللي بتخش، بيبقى فيه أربع كور بتتلعب. الأربع كور بيبقى ليهم ترتيب معين بألوان معينة، أزرق أحمر أسود أصفر. أزرق أو أسود ده فريق، أحمر وأصفر الفريق الآخر. كرة بتتلعب من عند الفريق ده مع كرة بتلعب من الفريق ده، يعني أزرق يلعب بعد كده أحمر، أسود يلعب بعد كده أصفر. ومجرد ما نقطة كرة واحدة تخش في القوس بتحسب نقطة لصاحب الكورتين إذا كانت حمراء أو الصفر أو الزرقاء أو السوداء. هو عشان تدخل في القوس دي بتبقى يعني ضربة واحدة ولا ليه كذا ضربة؟ هو احنا زي يعني عشان ابسطها للمشاهد، هي زي الكورة. انا الكورة ما باخدش الكورة من عند جوني، بصوب على جون الخصم على طول. تمام. ببدأ اعمل عملية دريبل او بباصي لغاية لما بوصل عند مكان مناسب عند الخصم، ومن المكان المناسب ده ببدأ عملية التصويب. ما ده يخليها برضو فيها شيء من الجولف إلى حد ما. هي بالظبط كده. فكرة تقريب الكرة للهدف اللي المفروض. بالظبط كده، بس هي الجولف الكرة بتقع في حفرة. طبعًا. الكروكيه الكرة بتخش في زي جون كده مستطيل ناقص ضلع، الضلع بتاعه في الأرض. ده عايز مواصفات معينة بدنية أو يعني للرياضي نفسه أو اللاعب نفسه. بص حضرتك، يعني هو اللعيب التركيز بتهيألي اساس اللعبه كمان. طبعا هو طبعا التركيز والدقه ده شيء اساسي، والاعصاب. وبعدين هي بتبقى محتاج برضو لياقه بدنيه، يعني هو ممكن اللعيب في المباراه الواحده بيمشي من 12 ل 13 كيلو مشي. طبعا هو ما بيحسش بيهم، بس طبعا هو بيلعب بيقف شويه بيلعب الكره بتاعته، الخصم بيلعب فهو بيبقى منتظر،
فهو بيبقى بيمشي 12 13 كيلو من غير ما ياخد. احنا قلنا ان البدايه كانت من خلال وجود الانجليز، فاحنا خدنا عنهم الرياضه دي وطورناها وبنمارسها من وقتها، يعني نقدر نقول انها ليها تاريخ كبير في مصر الى حد طبعا الى حد طبعا كبير يعني طبعا. طيب هل الفتره الزمنيه دي كلها نتج عنها وجود ابطال مصريين في الرياضه دي، مشاركه مصريه في مسابقات كروكيه عالميه او دورات كروكيه عالميه؟ انا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا بطولات العالم سنه 96، دي كانت اول بطوله عالم تقام، وبعديها واحنا اشتركنا فيها، واحنا كان لينا الحظ ان احنا ناخد اول بطوله عالم دي، وكان ليا الشرف ان انا اخد البطوله دي. الله فعلا جدا. يعني انا اول بطل جميل عالم اخد بطوله العالم. حلو جدا. وانا اللاعب الوحيد في العالم اللي واخد 3 بطولات عالم. الله، يعني ده كلام كبير يا فندم. الله يخليك. واحنا عندنا طبعا ابطال عالم تانيين، عندنا ناهد حسن بطله عالم سيدات الله يرحمها، عندنا ايمان فرنساوي بطله عالم، عندنا سهى هي حامله اللقب بطله عالم للسيدات، ده بالنسبه للسيدات. بالنسبه للرجاله عندنا احمد مهدي بطل عالم 2015، عندنا احمد نصر بطل عالم اخذ بطوله عالم مرتين. هو اللي حضرتك بتقوله ده كله دليل على ان في قصور في القاء الضوء على الرياضه دي وعلى ممارسيها وعلى ابطالها. احنا بالزبط. انا بالنسبه لي شخصيا اول مره اسمع كده. بالظبط بالظبط. فاحنا طبعا عندنا ابطال، يعني احنا لسه راجعين فبراير 2019 من بطوله العالم للسيدات كانت في نيوزيلندا، واللي فازت بيها لاعبه اسمها سهى مصطفى لاعبه مصر لاعبه نادي الشمس، وهي حاملت اللقب دلوقتي. طب والمنافسات القادمه للمنتخب ايه يا فندم؟ المفروض ان احنا عندنا بطوله العالم كانت في يناير 21، بس طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها وجائحه الكورونا اتاجلت سنه، فهتبقى يناير 22 وهتبقى في نيوزيلندا برضه. دي سهى اللي احنا شايفينها على الشاشه، دي البطله بقى سيدات اثناء بطوله العالم في نيوزيلندا، وبتلعب النهائي على فكره مع منال خضير. منال خضير برضه لعبة مصريه. يعني النهائي يعني كان النهائي مصري كامل مصري. ايوه. واللي فاز بالمركز الثالث ايمان الفرنساوي، وبرضه لعيبه مصريه، يعني اول وثاني وثالث لاعبات مصريات. في حين ان احنا كان بقى لنا اربع بطولات ما كناش بنحصل على اللقب. ممكن اي سن يبدا في اي وقت ولا محتاجه تدريب من سن صغير كابتن خالد؟ هو احنا دلوقتي بقى عندنا بطولات عالم تحت 21 سنه، وعشان كده بقول لحضرتك المقوله بتاعت ان دي للسن الكبير دي بقت مقوله خاطئه. يعني انا خدت بطوله عالم 96 كان عندي حاجه و20 سنه، فيعني السن الكبير دوت للممارسه. ما انا ممكن العب كوره دلوقتي صحيح، لكن صحيح. انا عمري ما هبقى مثلا ابو تريكه ولا محمد صلاح ولا لعيبه ده. نادي السيد تقريبا ده في الملاعب بتاعت الاتحاد. بس في نادي السيد ايضا، في نادي السيد، في نادي الجزيره، في اليوبيس، وفي لبس الشروق، وفي سبورتنج الجزيره، في سبورتنج. انا جربت مره في نادي السيد ما عرفتش اعمل حاجه. لا انتوا يا ريت تشرفونا مره. انا حابه جدا يا ريت والله تشرفونا مره، لو ممكن في نادي الشمس استضيفكم، ممكن في ملاعب الاتحاد زي ما حضرتك بتحبوا، يعني في الجزيره او في الشمس. خلاص رائع، زي ما تحبوا يعني. طيب اكيد حضرتك لاحظت ان الفتره اللي فاتت جائحه كورونا يعني اثرت بالسلب على مختلف الانشطه والفعاليات الرياضيه، فهل برضو الكلام ده حصل في عالم الكروكيه، ولا نظرا لطبيعه اللعبه دي كده كده في مسافات امنه والنوع ده من الاجراءات الاحترازيه؟ هو طبعا ما فيش رياضه في مصر ما تاثرتش بجائحه صح كورونا. احنا برضك قعدنا الاربع خمس شهور برضو دولت ما كناش بنمارس اللعبه، احنا توقفنا في فبراير ورجعنا دلوقتي تاني نبدا نلعب تاني. هنبدا عندنا النهائيات بتاعه الدوري هتبتدي يوم الخميس اللي جاي، واحنا كنا النهائيات عاملينها واصلين في 6 فرق واصله للدوره السداسيه. ده هيتلعب دوري من دور واحد مع بعض، المفروض ان هم السته كانوا هيلعبوا في نفس التوقيت، لكن احنا علشان نبقى ماشيين مع الاجراءات الاحترازيه الاتحاد قرر ان هو كل فرقتين يلعبوا في يوم، يعني بدل ما السته يلعبوا في مره واحده فست أيوة. انديه يبقوا موجودين فيبقى في تزاحم، فهيبقى كل يوم بيلعب فرقتين، يعني فرقتين هيلعبوا، مثلا الشمس هيلعب مع الزمالك يوم الخميس، المعادي هيلعب مع الصيد، سموحه هيلعب مع الزهور، والاسبوع اللي وراه لمده 5 اسابيع. هل الكلام في ده فريق من الاسماء اللي حضرتك قلت عليهم دلوقتي نقدر نقول ان هو محتكر الدوري ولا في منافسه؟ الست فرق دولت من احسن 6 فرق دلوقتي على مستوى مصر. طبعا الزمالك من الفرق المميزه، هو لسه واخد بطوله الكاس الاسبوع اللي فات. السيد طبعا من الفرق المميزه، الشمس من الفرق المميزه، نادي الزهور من الفرق المميزه،
نادي سموحه ونادي المعادي. معنى كده ان احنا عندنا منتخب مميز بقى طالما كل العناصر دي. ما احنا عشان كده احنا يعني احنا محتكرين بطوله العالم. يعني احنا لينا اليد العليا في بطوله العالم، احنا من 15 مره احنا واخدين 12 مره. يمكن النقطة بقى اللي قالها كريم فعلا فكرة تسليط الضوء على هذه الرياضة هي النقطة الصراحة مش واخدة حقها فعلا. بالضبط يعني كده. يعني احنا من الألعاب اللي بنبقى ضامنين يعني لو بنلعب في بطولات عالم ضامنين ميداليات، مركز أول مركز تاني مركز ثالث، لازم هيبقى في حاجة من الثلاثة. لو اللعبة دي للأسف اللعبة دي مش أولمبية، لو اللعبة دي دخلت في الأولمبيات مصر هتبقى مرشحة ان هي تاخد ميدالية ذهبية يعني كل مرة. هايل جدا، جميل جدا. طب بتخططوا لإيه بقى الفترة الجاية يا فندم؟ يعني هل في تارجت معين، هدف معين شغالين عليه؟ والله هو الاتحاد المصري بقيادة الأستاذ أمير رمسيس، على فكرة الأستاذ أمير رمسيس هو رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الدولي، وهو تاني رئيس اتحاد دولي مصري. حضرتك عارف طبعا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي في الهاندبول، استاذ امير رمسيس هو تاني رئيس اتحاد دولي. فهو بيخطط دلوقتي ان هو يدخل اللعبه في الدول العربيه. يعني احنا في الدول العربيه ما فيش غير ممارسه، فهو ده الفكر اللي هو بيفكر له الفتره ديت وبيحضر له. يعني لحد كبير الرياضه دي ممكن تتاثر بالاحوال الجويه، فممكن تلاقي درجات الحراره القاسيه في بعض الدول، ولا ممكن تتلعب في ملاعب مغلقه او مقفوله مغطاه؟ هو ممكن تلعب طبعا في ملاعب مغلقة، غير انها ممكن تلعب بعد الظهر يعني بعد الشمس ما بتروح على الاضواء الكاشفة. فده بتبقى يعني احنا هنا في كل الاندية عندنا، احنا هنا عندنا 19 نادي في مصر بيلعبوا الكروكيت. فكل الاندية بتلعب بعد الظهر في الوقت اللي هو في الاضواء الكاشفة. البطولات الدولية برة بيلعبوا في الاضواء بتاعة النهار، يعني بيلعبوش باضواء كاشفة. حضرتك طبعا عارف الخضرة هناك والكده الحشرات وكده هوت، فبيستحسنوا ان هم يلعبوا بالنهار احسن ما يلعبوا بالليل، علشان فبيلعبوا من اول الساعة مثلا 9 الصبح لغاية النهار بيخلص مثلا 8-9، فبيبقى عندهم وقت طويل. طبعا. طيب كابتن خالد، قبل ما الوقت يجري خليني برضو أسأل حضرتك عن فكرة هنا الفرق بين المحترف واللي بيمارس الرياضة دي بشكل كده بسيط. يعني لو حد مثلا حب ان هو، انا مثلا من الناس اللي من ساعة ما جيت البرنامج ده في رياضات كتيرة جدا حابة ان انا اجربها حتى ونشوف يمكن في صورتنا ولا حاجه، بس انا حابه اجرب، لان كمان انا بقول لحضرتك النادي السيد ده يعني قدام بيتي بالظبط، فانا كنت بنزل كتير وبشوف الناس اصدقاء لينا بيلعبوا، فانا ممكن حتى على سبيل كده الممارسه. فهل هيبقى برضو صعب في سن مثلا في سني او سن كريم يعني، ولا عادي ممكن يبقى في ممارسه ونبقى كويسين كمان؟ لعبه الكروكيه من الالعاب اللي تعتبر لعبه اسريه، لعبه اجتماعيه، لعبه رياضيه. يعني ممكن انا العب، والدتي تلعب، والدي يلعب، بنتي تلعب، ابني يلعب، في اي وقت وفي اي سن. الفكره بس يكون في تركيز او دقه، يعني في برضو مواصفات لازم تكون متوفره. بالظبط بالظبط. في اي وقت حضرتك تشرفينا، وحد بيدربنا ممكن مثلا اسبوعيا او طبعا طبعا. انا المنبع ذات نفسي، وانا موجود يعني معانا المنبع عشان حضرتك. نادي اليوبلس. انا نادي الشمس. نادي الشمس. انا كنت لسه من سنتين في نادي الصيد، بس انا دلوقتي في نادي الشمس، لكن اقدر اكون في نادي الصيد في فتره من الفترات. يعني نظبط مواعيد خلاص ونتفق حضرتك واستاذ كريم، ولو اي حد حابب برضو ممكن حد يتواصل مع حضرتك على الصفحه، وممكن برضو نعمل الكلام دوت في الاتحاد في الملاعب بتاعه الاتحاد. ودي برضو فكره كويسه جدا فعلا، ملاعب الاتحاد في شباب الجزيره. تمام. حضرتك عارف دلوقتي مركز شباب الجزيره بقى وضع زي زي اي نادي يعني ارستقراطي. تمام. ففي اي وقت طبعا تشرفونا، واي حد من المستمعين يحب ان هو يتواصل معانا، كابتن خالد يونس على الصفحه بتاعته تواصلوا معاه، وهو يعني حقيقي مرحب جدا باي شخص حابب ان هو يمارس هذه الرياضه، وهي رياضه فعلا لطيفه. نفسنا ان احنا طبعا نوسع قاعده الممارسين. وانا يعني في تخطيطي انا شخصيا في الفتره اللي جايه دي ان انا اعمل اكاديميات للكروكيه. فكره كويسه، علشان ده يتيح فرصه اكبر لاكبر عدد ان هو يمارس اللعبه. هايل جدا، لان فعلا جالي يعني اتشرفنا يعني ناس كتير جدا ان هم عايزين يلعبوا اللعبه. جدا جدا بوجود حضرتك معانا، واتمنى ان شاء الله القصور اللي
اللي كان حاصل الفترة اللي فاتت تجاه هذه الرياضة اللي نقدر نقول عليها إلى حد كبير مظلومة، طالما يعني هذا كم صح. من بطولات العالم وهذا كم من الأبطال المصريين، لا فالرياضة دي إلى حد كبير الحقيقة مظلومة. أتمنى أن الوضع ده يتغير في القريب العاجل، وبنشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك جدا، وبشكر الأستاذة، وبشكر طبعا قناة النادي الأهلي على الاستضافة الكريمة دي. فاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا، اتفضل. بتسيب حضرتك فن